أكيد شفت هذا الشخص. تدري إذا طعنت بهذا الشخص الله سبحانه وتعالى سيحاسبك يوم القيامة على أنك من المفترين حتى وإن فعلها. الله سبحانه وتعالى من تمام عدله وكمال رحمته يحاسب على الدليل. هل رأيت؟ نعم رأيت يا ربي، خلاص انتهت يا ربي. قالوا على الفيسبوك، قالوا على الانستغرام، قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي، على القنوات، هذه لم تنفع مع الله سبحانه وتعالى أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكونوا إمعا. مو احنا إذا أردنا ننتظر شيخ حكمة وما نحكم عليه إلا نشوف عيوننا، احتمال يعبر على المحافظة اللي بصفها وإحنا ما لازمين عليه شيء. بعدين إيش تتوقع إذا نشوف قدام عيوننا شيخ جامعي يختصب طفل، ننتظر القضاء يأخذ دوره لو نزب نقطعها على رأسه إلى أن يموت بدينا؟ ويكون بعلمك ترى مو كل واحد يشوف المنكر يسكت عنه، لأن بالنهاية إحنا بشر مو رجال ديني ونقدر نتحكم بمشاعرنا مثل الشيخ عداي القريري اللي إذا يشوف أي عمل منكر يستغفر الله ويستر عليه ويتجنب الكلام دي، بحيث إذا شافها بعينه يغطيها بعضات. ما تستحون، كل واحد لازمين عليه فيلم، فيلم مال دعارة يموعد، حاطينكم واحد زعطوط يصور بينكم، ولكم جوجو يلعب بينكم، ولكم جوجو يلعب بينكم انتم مسؤولين، ولكم انتم امهاتكم وقادة، لازمين عليكم افلام مال لواطة ودعارة. عاد احنا اذا الشغلة واصلة يم جوجو زين، لعد من دي قودنا احنا؟ سدي قودنا جوجو؟ يعني هو هذا احنا هاي ثقتنا حطيناها بالمسؤول انه جوجو، ولقوا في تليفونه صور معممين. دي الله هذا عود يخاف الله وما يحكي بشيء اللي يشوفه بعينه ويتاكد منه 100%. بس الشيخ الله يحفظه ما مره صعد المنبر اذا مو شكوا فضيحه طشها وشقق حبال سترها على منبر رسول الله. ايش عجب هذا؟ ما حد قال له لا تصير معه. هو ما عنده غير اجى جوجو، قال جوجو، طب جوجو، طلع جوجو، بينما اللي صدق يتفاخرون بصداقتهم وعلاقتهم ويا جوجو ما عليه بيهم او ما يدنى يمهم ذاك. جوجو دعارة مثلا، عندي رقم تليفونها ونحكي مرات لساعات. يعني واحد يشتغل مترجم ويا الامريكان وين ما يشوف الاسرائيليين يركض هوهم ويحضن بيهم ويطقطق وياهم صور. شو انتظر منه مثلا يصادق حفيد الجواهري؟ هو جوجو حد مستواك.